صباح الحركه مره تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على اخر اخبار المرور في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير. قولي لنا بقى مين بتبداي يومك يعني متفائله لما تشوفي مين؟ هو أنا مش بتفائل أو بتشائم بأشخاص، بس أنا بتفائل وبتشائم على حسب الحاجة اللي بشوفها قدامي. يعني لو شفت حد مبتسم قدامي وأنا معرفوش حتى في الطريق وأنا ماشية، بيبقى يومي حلو قوي. يعني حتى لو في مشاكل تحس أنها باخدها بالحضن كده، اليوم بيعدي سالك. لكن لو مثلا وأنا ماشية أو واقفة في شباك وشفت خناقة، يومي بيبقى صعب قوي. يعني ما بتحملش كل التبعات بقى اليوم ده، فتلاقيني ممكن أبقى متحسسة جدا من كل حاجة ويومي بيقفل بشكل كبير. انما اشخاص لا. يعني وعلى ذكر الكلام اللي انتم بتقولوه، منا مثلا لما بتدخل تقول صباح النور على البنور بيبقى يومي حلو، خلاص اتعودت اسمع الكلمه دي. بجد لما ما بتقولهاش بحس في حاجه غلط، هي زعلانه مني مثلا، فتلاقيني باخد كل حاجه بقيه اليوم بحساسيه جدا. فهي بتبقى حاجات زي ما انت قلت من شويه كده، اصحى الصبح على زقزقه عصافير بيبقى يومي حلو، باكل الكلب بتاعي بيبقى يومي جميل قوي، وبفضل طول اليوم كده عشاء في سلام سلام نفسي، اهم حاجه السلام النفسي. جدا صباح النور على البنور يا لمى. صباح النور عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا جولتنا من القاهره وبالتحديد من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه، يعني لحد دلوقتي مش بتاثر على معدل حركه المرور، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه متقطعه تبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمره. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مروريه، والكورنيش من المظلات لحد وسط البلد في كثافات مروريه بدات بدري شويه، وده بسبب بعض تجمعات الامطار اللي بينتج عنها تهدئه في حركه السيارات بتسبب بعض الكثافات في الوقت ده. اما شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، في كثافات نسبيه كمان عند الويلي ولحد كوبري الساحل والامريه. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وبالتحديد من شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الضوبة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني، وكمان في شارع فيصل كثافات مرورية كبيرة بتبتدي من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ومكمله برضو معانا لحد جامعه القاهره وميدان النهضه لحد ما نوصل لمناطق بولاق وامبابه. اما محور صفت ففي كثافات مروريه بتبدا تزيد في الاتجاه لجامعه القاهره. هنروح اسكندريه، في كثافات بسيطه عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوته عند بعض الاشارات بطول كوبري او عفوا بطول الكورنيش. اما باقي الشوارع الجانبيه فيها سيوله مروريه نسبيه. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مروريه عند تقاطعه مع محور محمد نجيب. نفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مروريه ولكنها متحركه. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات اللي زي ما انتم شايفين لحد دلوقتي أو لحد منصة المسلة بيشهد سيولة مرورية كبيرة على طول الشارع. كمان هنلاحظ كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد حواليه الطريق كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية موجودة في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، برضو في كثافات مرورية. دي كانت جولتنا المرورية النهارده، وهنخلي بالنا عشان في بعض التجمعات المائيه بسبب سوء الاحوال الجويه، في انخفاض بسيط في درجات الحراره، وطبعا في الفتره دي تقلبات حاده من ارتفاع درجات الحراره او انخفاضها، ناخد بالنا على الطرق كلها، توصلوا وتروحوا اشغالكم بكل سلامه. نرجع مره ثانيه لمصطفى والمنه نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمى. شكرا لك.